مشتاق ابويا انظرك نتلاقى في وين تجمعنا صدفة بالحلم لو يجمع البين شفتك بوسط الخيام بس فايض جراح وبالخرابة نلتقي طشت وحلم لا طفلة والدها أمان راسك كيف تشاغده عسم هرية شوقي لما ولا الزمان طاحت من الناقة كم مرة رقية طفلة كيف تشاغده عسم هرية شوقي لما ولا الزمان طاحت من الناقة كم مرة رقية حتى بنت تستظل ميل أحس إليها راس أبوها على الرمح وانسى ويضل عليها هل إلى يديها دوى الحز الحبل علاجي اللي ما تشوق لا وليها حتى بنت تستظلي ميل أحس إليها راس أبوها على الرمح وانسى وظل عليها هل إلى يديها دوى الحظ الحبل إيديها شنقو علاجي اللي ما تشوق إلى وليها طفلة كانت شايفة راسه والراس اختفى شوهو بس تعرف رغم الدماء وجروح في الخرابة ما تنام نية تشوف الإمام تنظر بهذي حرام لحسين أحسها روحه طفلة كانت شايفة راسه والراس اختفى شوهه بس تعرفه رغم الدماء وجروحه في الخرابة ما تنام أمنية تشوف الإمام تنظر بغادي حرام حسين أحسها روحة تنظر بغادي حرام حسين أحسها طفل والدنا أمان راسك كيف تشاقده
ماتم هريا شوقي لما ولا الزمان طاحت من الناقة كم مرة رقيا طفل والد غامان راسه كيف تشاغ ده حسام غريا شوق لا مولى الزمان طاحت من الناقة كم مرة رقيا حتى بنت تستظلمي لحس لها راس أبوك على الرمح ومساوي ظل عليها هالليلة إذا قد والحز الحبل لديها شنقو علاج اللي ما تشوق الى وليها طفله كانت شايفه راسه والراس اختفى شوقه بس تعرفه رغم الدماء وجروحه في الخرابه ما تنام نيه تشوف الإمام تنظر بغادي حرام حسين أحسها روحه تنظر بغادي حرام لحسين قالت أنا لي قلب بالحوافر ينقلب قلبي حسيني وإمامي وسيد زماني والحسين ابن علي جايبين راسلي ما أخذت الراس أنا راس الذي خذاني قالت أنا لي قلب بالحوافر ينقلب قلبي حسيني وإمامي وسيد زماني والحسين ابن علي جايبين راسلي ما أخذت الراس أنا راس الذي خذاني قالت أنا لي قلب بالحوافر ينقلب قلبي حسين وإمامي وسيد زماني والحسين ابن علي جايبين راسلي ما أخذت الراس أنا راس الذي خذاني مرة نتعامل تعامل أي أبويا بنته مرة عاملت الإمام الغايب ونطرته كانت أمنيتي أشوفه وراسه لما شفته والله ما ألام أنا طحت على راسه ميته مرة نتعامل تعامل أي أبويا بنته مرة عاملت الإمام الغايب ونطرته كانت أمنيتي أشوفه وراسه لما شفته والله ما ألام أنا طحت على راسه ميته والله ما ألام أنا طحت على من رقية أقتبس انتظار وشوق وحس صاحب العصر انتظر ما أدري وينه والعزيزة خطوته كل شوق شوفته ريت أقبل سيدي مولى الزمان دينه من رقية أقتبس انتظار وشوق وحس
صاحب العصر انتظر ما أدري أنا وينه والعزيزة خطوته كل شوق لشوفته ريت أقبل سيدي مولى الزمان دينا ريت أقبل سيدي مولى الزمان لي والله ما ألام إذا مت أنا لو أشوفه بالإمام المنتظر روح اش كثر شغوفه ريت في هذا العمر يسبني من ضيوفه صاحب الروح الحنونة علي والعطوفة والله ما ألام إذا مت أنا لو أشوفه بالإمام المنتظر روح اش كثر شغوفه ريت في هذا العمر يحسبني من ضيوفه صاحب الروح الحنونة والنية والعطوفة صاحب الروح الحنونة علي والعطوفة يا سلام الله على طفلة تشوف الراس ومأساته يدمى جروحة ومفتوحة عيونة وحمرة شباتة سلام الله على طفلة تشوف الراس ومأساته يدمى جروحة ومفتوحة عيونة وحمرة شباتة رقية صغيرة على الصوت والأحبال في وسط الخرابة تنام على الرمال وحال اليتيمة لمسبي يا محال ومن فوق راسي أبو من تتنشال طفلة يضربوها والعدا سبوها حتى تشتكي لتنتظر أبوها راح وخلى بنته تنتظر رجعته جابه والهراسة طاحته يا ميته طفلة يضربوها والعدا سبوها حتى تشتكي لتنتظر أبوها راح وخلى بنته تنتظر رجعته جاب لها راسه طاحت هي ميتة جاب ولها راسه وطاحت هي